بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. شوط ينتهي واخر ينطلق. مشاهدين الكرام متابعينا الاعزاء، في هذه اللحظة تم الاعلان عن شوطنا التاسع، والشوط التاسع هنا يحمل لنا الابكار ضمن هذا الانطلاق الصباحي الرائع والجميل المقدم من سالم بن برقان المقارح. شكرا على هذا العطاء لهذه الرياضة العربية الأصيلة. أروح وتابع البداية، المقدمة والصدارة والأسماء المنطلقة مع خط التحدي الأول. هنالك تقدير تأتي بمقدمة هذا الشوط وتحمل العلم أيضا في هذا الانطلاق، علم الدولة ما شاء الله. يا تقدير تأتي بالبداية محمد بن طحنون بن مهيرة يأتي بمقدمة هذا الشوط وتحديات البداية، بينما المركز الثاني الشاهينية تأتي مع المستوى الثاني سالم بن برقال المقارح يأتي مع المركز الثاني وثالث الأسماء. هنالك الدوحة تأتي مع المركز الثالث الفيصل بن أسامة الأسامة، بينما المركز الرابع الوجود من الشاهينية حمد بن بخيت المقارح. المركز الخامس اللي أيضا تحركت في هذه اللحظة بنت حوران سالم بن سعد الهل النعيمي. هذه النتيجة ولكن المقدمة الصدارة البداية. هنالك تقدير تأتي بمقدمة الشوط وتحديات المركز الأول يقدم محمد بن طحنون بن مهيرة، لكن اللي غيرت في هذه اللحظة الشاهينية بدت أيضا في التسلل نحو البداية نحو المقدمة والصدارة. سالم بن مقارح سالم بن برقال المقارح يأتي بالمقدمة بالصدارة، ولكن تقدير تحاول أيضا استعادة حقوقها المنهوبة. المركز الثاني هنالك تقدير، ولكن الشاهينية الله 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 الله، شوف الصراع على ناموس الشوط، لكن الشاهينية تأتي بالعرض الأفضل حتى هذه اللحظة لتضيف النقطة السابعة في هذا الصباح لعزبة سالم بن برقال المقارح. ما شاء الله على هذا الحضور وهذا التألق الصباحي الرائع والجميل. تهانينا والناموس لسالم بن برقال المقارح، بينما المركز الثاني من وصلت تقدير محمد بن طحنون بن مهير. المركز الثالث وصلت فيه بنت حوران سالم بن سعد الهول النعيمي. هذه النتيجة مشاهدي الكرام. أما التوقيت فهو دقيقتين وعشر ثواني 67 جزءا من الثانية. تهانينا للسيد سالم بن برقان المقارح على فوز الشاهينية في شوطنا التاسع لتكون النقطة السابعة مشاهدي الكرام في رصيد هذا الشعار. تهانينا والناموس.